السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة وموضوع جديد. في هذه الحلقة سوف نشارك معكم إن شاء الله فك قفل أي هاتف مهما كان هذا القفل ومهما كان نوعه. بالطبع يمكنك تطبيق هذا الدرس أو الشرح في أي دولة في العالم، وربما أغلب الشركات الهواتف إن لم أقول كلها، فنحن لا نعرف أصلا كل الشركات الموجودة في العالم، ولكني أرى كل الشركات الموجودة في الجزائر بالإضافة إلى أكثرها شهرة. مثلا تستطيع أن تختار أي هاتف بهذا الشكل، نوع الهاتف، تختار الإصدار الخاص بالهاتف. مثلا آتي إلى إصدار هاتفي هكذا فقط، نجرب. بعد ذلك أضغط Unlock Now. بالطبع أنت لن تطبق هذه الطريقة إذا كان هاتفك ليس بآيكلود وما إلى ذلك. ربما الأشخاص الذين يملكون هواتف آيفون هم الذين سوف يطبقون هذه الطريقة أكثر. أضغط على البلدة، أختار الشريحة الموجودة في هاتفي، أضغط Next بهذا الشكل. بعد ذلك أدخل الرقم الذي Serial Number يقول لك، اضغط في هاتفك على نجمة دياز بهذا الشكل، يقول لك اضغط بنها من الهاتف نجمة دياز 06 دياز. بعد ذلك تضغط Enter، الرقم الذي يظهر لك هذا هو الرقم الذي أتكلم عنه، الرقم في الأول، هذا هو الرقم الذي تقوم بنسخه هنا. بعد ذلك تكتب الاسم الخاص بك، مثلا نكتب فارس، الرقم، الإيميل. بعد ذلك تضغط Order Now. بعد ذلك تؤكد الدفع بالباي بال بهذا الشكل، وتستطيع أن تحل القفل بكل بساطة وسهولة يا صديقي. لم أريد أن أعمل مونتاج وأظهر لك أني قمت بالدفع وفعلت الطريقة أو جربتها، ولكن الطريقة مضمونة 100%، فآلاف الأشخاص جربوها على النت وهي صادقة وتعمل بشكل جيد. ربما الأشخاص الذين غلقت هواتفهم بآيكلود هم من بحاجة إلى تطبيق هذا الشرح، ولكن إذا كان هاتفك سامسونج فهناك العديد من الشوحات والطرق المجانية تستطيع تطبيقها من دون دفع أي فلس. ولكن هناك بعض الهواتف لا تستطيع أن تفتح الآيكلود الموجود فيها إلا بعد أن تدفع. فأنا أجيد التعديل على برنامج الأدوبي أفتر إفكت فوتوشوب، وكان بإمكاني أن أتلاعب بالفيديو وأظهر أني دفعت وأمر عادي جدا، ولكن لا أريد أن أتلاعب بك يا صديقي. وبالإضافة إلى أني بحثت لك عن طريقة صادقة، وأنا متأكد 100% أن الطريقة صادقة وتعمل. أتمنى من كل قلبي أن تضغط اشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة ثقافة ومنوعات، تضغط على زر لايك وترك تعليق أسفل هذا الفيديو.